بسم الله الرحمن الرحيم، سعد الله مساءكم بكل خير. الورقة اللي أمامكم بتعطي ملخص إلى ثلاث سنوات، من التحليل والرصد إلى الواقع العماني الموجود في البحرين. وهذا ملخص إلى في مراجع مرفقة، يمكن 18 مرجع من المراجع، أنا ضاغطنها بصورة مختصرة جدا. بس بروح إلى الفترة الأولى، هي متابعة وتسلسل الأحداث، بعدين نروح إلى الواقع الموجود نظريا في التشريع، وبعدين بنروح للواقع العملي اللي صاير، وبعدين بنحلل الموضوع بحيث انه اللي قاعد يصير بصوره ممنهجه والله صاير فعليا كرده فعل عابره. طبعا بدا الفصل في البحرين في مارس 2011 بعد احداث 14 فبراير. العدد اللي اقره تقرير بسيوني 4400 عامل، أكثر من 50% من هذا العدد صار في شهر أبريل ومايو 2011. أنا بقول بس أفكار، الكل يحلل ويمشي في الموضوع على حساب نختصر الموضوع، لأن الأحداث مال ثلاث سنوات مختصرة. تم رفع شكوى عمالية، وهني في معلومة بعد، يعني دائما يتداولون أن 12 اتحاد عمالي رفع شكوى ضد حكومة البحرين. هي مو 12 اتحاد عمالي، أكثر من 100 اتحاد عمالي كان في هاي النفس بس مو محتاجين. يعني حسب دستور المنظمة، منظمة العمل الدولية، في الفقرة 26 في طريقة رفع الدعوة، فالأمور القانونية مو محتاجة لأكثر من 12 اتحاد أو 10 اتحادات. لذلك هو صار دائماً يتكلمون عن 12 اتحاد رفع شكوى ضد حكومة البحرين. هو كل المنظمة كانت تضج في 2011 بقصة اللي قاعد يصير في البحرين. طبعاً صار تجميع لك كل الوثائق اللي تنصلت منها وزارة العمل في ذيك الفترة، وبقرار من الوزارة برفض العمال اللي راحين يشتكون على قصة الفصل، الاتحاد العام للقابات عمال البحرين تبنى الموضوع، وتم تجميع كل الوثائق اللي ترصد عمليات الفصل وطريقتها. فراحت آلاف الأوراق إلى السيد بسيوني، وصار في اجتماع أو أكثر من اجتماع مع السيد بسيوني بقصة الفصل والانتهاكات اللي صارت للعمال في البحرين. وبالمناسبة بعد معلومة، أن كان الوفد الوحيد اللي صاير من الطائفتين راح إلى السيد بسيوني هو الاتحاد العام، راحوا من الفئتين يشتكون على قصة الفصل والاستهداف اللي صار للعمال في البحرين. في 11 مارس 2012، طبعا عقب التقرير اللي صدر من السيد بسيوني في نوفمبر 2011، صار في اتفاق ثلاثي برعاية المنظمة، اتفاق ثلاثي من الأطراف الإنتاج الثلاثة، الاتحاد العام للقابات عمال البحرين، أصحاب العمل غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحكومة البحرين ممثلة في وزير العمل. صار في اتفاق في أكثر من 10 نقاط بإعادة الوضع إلى ما هو عليه. في قبل أيام في 10 مارس 2014 سمعتوا عن الاتفاق التكميلي للاتفاق اللي صار قبل. أنا حاطنهم ضمن الوثائق، أنا ما أبي أروح للتفاصيل مالهم لأن بيصير الوضع كلش الوضع طويل، فأنا قاعد أعطيكم مجرد يعني ملاحظات. هاي اللي ذكرها الأستاذ علي في بداية الندوة، المادة 18، أنا قاعد أروح إلى الاتفاقيات والمواد الدستورية الموجودة كحالة نظرية. هذه أساس إلى العمال وكل اللي قاعد يصير من تمييز. وعلى فكرة أن قصة التمييز هو مو مجرد ناس مظلومة. التمييز إذا ناس انظلمت يعني ناس صارت على حساب ناس. فإحنا نفهم
طرف عمالي بأن يوم اللي أنت تميز عامل على حساب الآخر، وش اللي يصير؟ يصير شخص غير مؤهل إلى هذا المنصب أو غير كفو يأخذها من المنصب إلى واحد أقل كفاءة أو أكثر كفاءة في الموضوع، فهذا يؤثر على العملية الإنتاجية في النهاية، فيكون في عملية ضد إصلاح سوق العمل في البحرين. الاتفاقية 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة وقعت عليها حكومة البحرين في عام 2000، فيها بنود تفصيلية كثيرة. وبعد كمعلومة، اللي رفع إلى المنظمة كشكوى هي تمييز بفصل العمال اللي غالبيتهم أو أكثر من 99% منهم شيعة، يعني راحت بقصة هاي الموضوع. الفصل تم على أساس طائفي، هذا واضح، والشكوى انقبلت بناء على هذا التمييز الطائفي اللي موجود في البحرين. لذلك أنا في المراحل اللاحقة في الموضوع منروح إلى التسلسل اللي قاعد يصير، ليش استهداف هذه الفئة في الفصل. هاي اللي طرحها السيد بسيوني في التقرير، اللي هو 4400 عامل تنفصل حسب الوثائق اللي عنده. التوصيات اللي طلعت تخص العمال في الموضوع، رقم واحد اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حاليا من صدر قرار فصله بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات. هذه الفقرة الأولى تتعرض إلى الطرف العمالي اللي موجود في القطاع العام. الفقرة باء تلاحظون تتكلم عن أن استخدام الحكومة كل صلاحياته لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة، يعني القطاع الخاص وأصحاب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية. يعني اثنينهم يصير كل العمال 4400. طبعاً الحقائق اللي وصلت للسيد بسيوني لما تروح إلى عملية الفصل هي معظم الشركات الكبرى في حصة كبيرة للحكومة في الموضوع، فلذلك هو فصل بتوجيه من الحكومة، لأن اللي يشتغل في الوزارات حكومة والشركات الكبرى حصة كبيرة موجود فيها الحكومة. الحين أنا بروح لعملية تفصيلية شلون صار الفصل. في لجنة وطنية للتحقيق في المشاركة اللي صارت على مستوى الحراك في البحرين عقب 14 فبراير، صار في لجنة عليا للتحقيق على مستوى المنشأة، كل الشركات والوزارات تذكرون صارت لجنة عليا موجودة للتحقيق في الأحداث. الوزارات الكبيرة والشركات الكبيرة صار فيها لجان فرعية. طبعا هذا اللي انا اقوله كله طالع من محاضر موجوده، شلون يجتمعون، شلون يصير الفصل، شلون يصير التحقيق، الشهود اللي جابوهم في الموضوع. هاي لما يقعدون في عمليات الفصل، نفس العامل اللي يشوف في هاي الوزاره او في الشركه او في هاي الهيئه الورق اللي صار معاه في التحقيق، يوم ثاني يريد يشوفه في التحقيقات الجنائية، نفس الورقة ترحل من المؤسسة أو الوزارة إلى التحقيقات الجنائية وتم إكمال التحقيق. في بعض الأحيان يخير أنك أنت بتكمل في الموضوع والله تكمل في مكان آخر. طبعاً في تكملة للموضوع بين التحقيق في موقع العمل والتحقيق في التحقيقات الجنائية، يكون في اعتقال في بعض الحالات، صار أن اليوم يحقق مع الموظف في الليل يصير الاعتقال في الفجر يتكمل يوم ثاني في التحقيقات. العديد من النقابين تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق، يعني يجي لهم
مجلس إدارة كامل ياخذ يعطونا موعد يروح من التحقيق في وقت معين. وعدد كبير من النقابيين رفع ضدهم اللي هو قضايا ليس في القضاء المدني إنما في القضاء العسكري. في تفصيل أنا ما أبي أروح عليه لأنه يعني طويل وعريض، بس كله موثق في طريقة التحقيقات. يعني يطلبون منا بعض الأحيان اللي هو السلام الملكي، نتعرف يقول القاب للصور الموجودة في المؤسسة بالتفصيل. من المحاضر اللي تسربت من عمليات التحقيق إن شلون تشتغل المؤسسة في حال فصل أعداد كبيرة من العمال. يعني كان في هاجس، لما أنا اليوم أفصل 100، أفصل 200، أفصل 300، أوصل ل400، اللي يحد من عملية إكمال عمليات الفصل ليس العدد، إنما شلون بعدين تشتغل هاي المؤسسة. فلذلك صار فيه إن نستعيض عنهم بالمتقاعدين على حساب يشغلون المؤسسة. بعدين صار إنه ما يكفي هذا الموضوع، فإيش يستعيدوا عنه في الموضوع؟ يجيبون خبرات من خارج البحرين من الأجانب. في بعض الأمور اللي هي الأمنية حذفوا كل اللي في قطاع الأمن الموجودين اللي هم نسميهم إحنا السكيورتي، هذه يستعيضون عنهم بالقطاع العسكري. هذا صار في شركة ألبا بالخصوص. لما في بعض الأمور التخصصية ما في كفاءة موجودة داخل البحرين، فيحتاجون إلى كفاءات من خارج البحرين، فصار في إشكالية في الأجر. فلما صار عندهم هذه العقبة، فصار في توجيه بأن الحاجز الأجر خلى مفتوح إذا كان هو أجنبي، ويغطي أي موقع حساس أو اختصاصي لا يتوفر في الكفاءات الموجودة داخل البحرين. هاي الإحصاءات اللي موجودة بسبب الانتهاكات في عدد من الموظفين، صار له فصل، صار له اعتقال، صار له سجن، صار له تعذيب. فتقدر الانتهاكات العمالية ب50,000 انتهاك عمالي موجود في البحرين، رقم كبير، وهذا متحفظ عليه جدا، يعني انه اكبر من هذا الموضوع. اللي تعرضوا للعمال المتضررين 25,000 عامل في البحرين. هذه ال 25,000 عامل في البحرين يقدرون ب 10% من العمالة الوطنية أو القوى العاملة الموجودة بالبحرين. أنواع الانتهاكات، صار في عمليات فصل، طبعاً هي مستمرة، كان بسبب الفصل أو ردة الفعل اللي صارت بطريقة مباشرة. إلى حد اليوم يصير الفصل بطريقة غير قانونية باسم إعادة الهيكلة، باسم عدم الحاجة، باسم التقاعد مبكر بالباكج اللي يطلعون. رقم 2 التوقيف، معظم الموظفين خصوصا في القطاع العام صار لهم عملية توقيف لمدة 10 أيام. في عمليات نقل من موقع العمل، احنا عندنا احصائية بان تقريبا في القطاع التعليمي ما سمعنا بان واحد رجع الى موقع عمله في نفس المنشأة. يعني معدل النقل من موقع العمل يعني يتقارب من 100%. الحرمان من الزيادة السنوية أو تقليلها، هذا حسوا فيه معظم الموظفين اللي صار لهم زيادة سنوية في عام 2014. الحرمان من الحافز السنوي أو انقاصه. الاعتقال، التعذيب. في عندنا عدة حالات موثقة في موقع العمل، وفي بعضها في
الطريق إلى العمل أو من العودة من العمل، في بعضها في مراكز التوقيف. الحرمان من الترقية، صار في نوع من التمييز الفاقع في عمليات الترقية خلال الفترة الماضية. وقف التدريب، الحرمان من التوظيف، يعني احنا حد يعني في ما يقدر من 7,000 طالب المفروض يدشون إلى موقع العمل أو سوق العمل، هذه صار في حرمان عدد كبير، وفي إحصائية بعدين بتجي بنسبة التمييز في التوظيف. الإنذار الشفوي والكتابي والنهائي، إلغاء المنحة الدراسية، الإجبار على التقاعد، التهميش وسلب الصلاحيات، إلغاء العلاوات. طبعاً في مواقع تم رصدها اللي هي تقنية المعلومات والأمن والموارد البشرية، هذه صار فيها عملية يعني تغيير جوهري، نقدر نسميه تغيير جوهري. هذه في عبارة للسيد بسيوني، أنا هني مو مخلينها بس مجرد كان في إلى مقطع عن سبب الحقيقي وراء عملية الفصل. أيضا في الشباب واحد يوصل لنا الشارج قبل لا يبند علينا. هذه رسم يوضح شلون السياسة مالت الانتهاكات اللي قاعدة تصير لعمال البحرين. بداية أو نهاية 2011 كنا نتكلم عن حدود 5,000. طبعاً الجهات الرسمية في عندها خبراء. في عندها شلون التجاوب مع القانون في عملية الفصل والانتهاكات. فلما تكلمنا عن 5,000 عامل مفصول بالبحرين، صارت الشكوى في 2011 أثناء مؤتمر العمل الدولي دورة 100 بجنيف. الحكومة تتجاوب مع القانون الدولي بطريقة يعني مشروخة نقدر نقول، فتم نقدر نسميها عملية مغالطة للقانون، تم إرجاع عدد ما نقول قليل، تم إرجاع العدد الأكبر من المفصولين، ولكن تم الانتهاكات بطريقة فاقعة. فهي الأنواع من الانتهاكات اللي أنا ذكرتها قبل، صار إليها عملية زيادة دراماتيكية في الموضوع. فلذلك نلاحظ هاي الجراف رايح إلى فوق بطريقة سريعة، خصوصاً عقب ما وقعنا الاتفاق الثلاثي الأول. هني بالضبط في 2012 عقب إرجاع معظم المفصولين في 2012 عقب ما وقعنا الاتفاق الثلاثي، صار في ارتفاع حاد في عملية الانتهاكات مثل ما تشوفون. فهذا طبعاً إحنا نفس ما قلت إن عملية رصد وتحليل اللي قاعد يصير في البحرين في الطرف العمالي، إحنا نعرف شلون تستفيد الحكومة من عملية الخبرات الأجنبية في الموضوع. فيوهمك بأنه هو وياك وتراجع، وهو من جهة ثانية يعني يتعامل بطريقة أقصى من الطريقة العادية. الإحصائيات اللي عندنا في الاتحاد تقدر البطالة في البحرين ب 16%، طبعاً الحكومة تقول 4%. توظيف الشيعة خلال 2013 لا يتجاوز 7% من اللي اندمجوا في سوق العمل، وهذا واضح لو واحد يتبع أي وزارة أو أي شركة موجود اليوم بيتطلع أنه في حدود 5%.
وفي بعض الجهات 0%، وصار في عملية واضحة في إضافة الأجانب مختلف الجنسيات. نسبة الفصل خلال الأحداث نقدرها احنا في حدود 2% من القوى العاملة، عندنا في حدود 100,000 في القطاع العام، في القطاع الخاص و50,000 في القطاع العام، 2% اللي هي في حدود 5,000 مفصول. نسبة الانتهاكات خلال 3 سنوات 10% من القوى العاملة. النتيجة اللي أنا أبي أوصل لها، إذا استمر الوضع، احنا عندنا في حسب الأوراق اللي توزعت شفتهم قبل شوي واللي في بعض التقارير، أن نسبة الشيعة 0% في القطاع العسكري. إذا استمر هذا الوضع خلال سنوات قليلة في المستقبل القريب، بشوف أنه ما في بعد في من الشيعة في القطاع الخاص في الشركات الكبرى ولا في القطاع العام، لأن السياسة ومنهجة في الضغط على الموظفين بالتقاعد المبكر، وفيه تجفيف لعملية التوظيف من الأساس. هذه نموذج لبعض العينات اللي سجلت في الاتحاد العام لقابات عمال البحرين، كل موظف مسجل طريقة فصله، طريقة التحقيق وياه، طريقة اعتقاله، طريقة التعذيب اللي تعرض له. في ملف من آلاف الصفحات الموجودة كلها موثقة بهي الطريقة، وهذا اللي خلى الأمور تمشي في منظمة العمل الدولية. الاتحاد العام لقابات عمال البحرين موجود على الطاولات في الاتحاد عدد كبير من مشاريع القوانين من السلطة التشريعية. كل هذه المشاريع والقوانين تهدف إلى الحد والتقليل من الصلاحيات الموجودة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وللنقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام. يعني احنا نحس ان ما عندهم شغل الا الاتحاد العام، من كثر ما شيل قصه الاتحاد العام من قانون التامينات الاجتماعيه. احذف خلص الوقت زين، احذف اسم الاتحاد العام نقابات عمال البحرين من قانون العمل الاهلي اللي هي صندوق العمل التمكين، المجالس الثلاثية، هيئة تنظيم سوق العمل الـMRA، المجالس النوعية، المجلس الأعلى للتدريب. كل المشاريع باسم اللجنة مالت الخدمات اللي هو النائب الماضي اللي موجود اليوم وموقع من الظهراني، وجاي انه تشيل هذا الموضوع وخل الاتحادات العمالية بدل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. يعني كان عين البحرين ما فيها الا هي الموضوع. المواد اللي في القانون، في القانون العمل الأهلي اللي مذكورة فيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كلها مجمدة. المجلس الأعلى للصحة والسلام المهني والبيئة، ليش؟ لأنه مذكور في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. هيئة التحكيم أخيراً خلوا الاتحاد وسموا باسمه، لكن لم يلتزموا بالمادة وخلوا العضو الاحتياطي من الاتحاد الحر. التأمينات الاجتماعية ما في تمثيل الاتحاد العام لأنه مسمى وإلى 3 أعضاء، فلذلك صاير حتى المرسوم اللي صدر في 2013 3 مناصب فاضية هي اللي باسم الاتحاد العام لقبات عمال البحرين. لما عقد المؤتمر للاتحاد العام لقبات عمال البحرين المؤتمر العام في 2012، من أكثر من 40 رخصة دخول صار في حدود بس اللي هو لمجلس التعاون الخليجي اللي ما يحتاجون إلى رخصة عمل، وفي يمكن 1 أو 2 بالغلط. ففي نوع من الحصار على الخبراء الموجودين، لدرجة أن الاتحاد العام يطلعون أكثر من 15 عضو لخارج البحرين بدل أن يجي اختصاصي للاتحاد العام الداخلي لعمليات التدريب وغيرها من العمل التطوير والورش اللي قاعدة تصير في
على حساب يعني بترتيب من منظمات دولية. فالعملية شائكة معقدة لما تروح للسلطة التنفيذية تتعذر بأسباب، لما تروح السلطة التشريعية في عدد كبير من القوانين مثل هذه، أروح إلى السلطة القضائية بعد هذه لها طريقة منهجية مختلفة. يروحون العمال يرفعون دعاوي بسبب الفصل، بعد المحاولات يصير الحكم القضائي بعدم الاختصاص. عدم الاختصاص وين يودينا؟ بتكلفة القضاء على العامل المفصول، ويتحمل العامل المفصول أعباء تقدر من 400 دينار إلى 2000 وشي دينار، وآخر واحد وصل إلى 13,000 دينار. صار أمر قبض، جوع اعتقلوه، حطوا فيه الكلبشات عند في بيتهم وحاملوه ودوا له الاعتقال إنه يدفع المبالغ المتأخرة عليه. في نقاط التفتيش يأخذون البطاقة السكانية يخلونها في الكارد ريدر، يعتقل بسبب أن اسمه موجود من ضمن اللي عليهم مبالغ إلى القضاء. طبعاً هذا ما يمنع أن البنك المركزي يتواصل مع البنوك ويجمد المبالغ الموجودة باسم تكاليف قضائية، يعني كان انتربول داخلي. الحين بنروح إلى قصة ما هو الحل أو التحديات الموجودة، شلون نعدل الوضع. إحنا في الاتحاد العام لقابات عمال البحرين نرى بأن تنفيذ الحكومة الاتفاق الثلاثي الموقع في 10 مارس 2014 هو الأرضية الجديدة اللي ممكن أن نبني ثقة من جديد وترجع الأمور إلى طبيعتها. تصحيح أوضاع العمال بالتعويض العادل ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة امتثال لاتفاقية العمل الدولية 111، التطبيق الفعلي لاتفاق العمل اللائق الموقع بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مارس 2010 برعاية منظمة العمل الدولية. طبعاً هي اتفاقية وقعت على هامش مؤتمر العمل العربي اللي صار في البحرين الدورة 37، وهو يضع إطار يتجاوز عملية التمييز ويبني اقتصاد منتج. خلصناك، شكراً.